تحت رعاية حضرة صاحب القداسة والغبطة البابا الأنبا شنودة الثالث، يسر كنيسة ماري جرجس والأنبا برآم بمصر الجديدة أن تقدم فيلما عن شهيد من سمنود، الشهيد أبانوب النهيسي. وقد حرصت الكنيسة أن تكون أحداث الفيلم مطابقة للمخطوطات الموجودة بدير السوريان بما فيها من عذابات شديدة. كانت أكاليل شهادة تصعد إلى السماء كبخور ذكية لمجد الله. خدتم رأيي ما كنتش وافقتكم اطلاقا على العملية دي. العملية دي مش مظبوطة خالص. انا رأيي دايما في الحالات اللي زي دي ان العلاج الطبيعي هو الحل الوحيد. اسمتي ونصيبي يا دكتور، كل واحد في الدنيا دي بياخد نصيبه. عموما في ابحاث جديدة في الموضوع هنحاول نستفيد منها. كفاية تجارب وابحاث بقى يا دكتور. يا مدام لازم يكون عندك امل. الامل هو الحل الوحيد بالنسبة لك. حالتك دي بالذات محتاجة أمل. أنا هكتب روشتة، لكن أهم من الروشتة يكون عندك أمل. زي الحال يا دكتور. لازم تتنقل لمركز متخصص أو مركز تأهيل. العلاج الطبيعي يمكن يفيدها. عموما احنا هنكتب روشتة دلوقتي
تصرفوها وتدوها العلاج أول بأول. وفضل برضو نعمل كونسلتو من دكاترة المخ والأعصاب والعظام ونعمل اللي علينا وربنا يسهل. روشيتي دي يا دكتور. احنا عملنا اللي علينا يا ابني وربنا يعمل فيه الخير. ربنا معاك. شكرين يا دكتور. ربنا موجود يا جورج. ربنا قادر على كل شيء يا ماما. حبيبتي خلاص يا ستي، هنعمل كونسلتو علشان تطمئني والعلاج يبقى شامل. وريني دي عايزاها ليه؟ يوه كفاية تعذيب وانا كاذب. سمعت كلامكم وعملت العملية في العمود الفقري وادي النتيجة. يعني كنت عايزانا يا ماما نسيبك كده؟ ملون كل من يتكل على زراع بشر. ايوه ماما، لكن ربنا خلق الطب عشان خاطرنا. لكن الشفاء من عند ربنا، ولو جبتوا لي كل دكاتره العالم وربنا مش رايد مفيش فايده. ربنا يديكي على قد ايمانك يا ماما. ربنا يخليكوا لي. كفايه ان انا في وسطكم، كمان الصلاة وقراية الإنجيل بيريحوني أوي. الله الواحد آمين. وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة، وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك، قم احمل سريرك وامشي. ربنا قادر على كل شيء وان شاء الله هيشفيك. يلا يا شوش، يلا يا مريم، كفاية تضيع وقت، يلا على مذاكرته. مش هنسيبك لوحدك. يعني وانتوا هتهاجروا بلاش لعب عيال، لما عوز حاجة هبقى اطلبكم. يلا يلا. سمعناه انا عندي امل ان ماما هتخف. يا ريت. يا يسوع يا اله الرحمة، رحمتك تساه كل المذنبين والخطاة. أنا لا أعترض على المحنة التي أمر بها، فالمر الذي تختاره لنا خير من الشهد الذي نختاره لأنفسنا. فليتمجد اسمك في المرض والصحة، في الفقر والغنى، في الصبا والشيخوخة، وأي آلام بشرية تهون أمام آلامك الإلهية على خشبة الصليب. فأرجو أن تكون المحنة التي أمر بها هي صليبي الذي أحمله حتى باب الفردوس. فإن عشنا أو متنا فللرب نحن، لكن كما علمتنا لا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا.
لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. يا رب يا رب يا مخلص، أرجو أن تضع حدا لهذه الآلام، وأنا أعلم أن الشفاء من عندك أنت وحدك. آمين. بابا انت مستني بروحك معانا ليه؟ طب احنا ورانا مذاكره. ابدا يا بنتي، انا مش جاي لنوم، وبقرا شويه لغايه ما اتعب. اتفضلي ذاكري انت. إذا كان اللي حصل ده صحيح، فصحتي هتبقى في خدمتك طول العمر يا رب. اسم الصليب، اسم الصليب. ماما ماما يا حبيبتي يا ماما. الحمد لله على السلامة يا ماما. الله يسلمك. تعالي استريح. لا. لا 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 لا، أنا مش عايزة استريح، أنا عايزة أتعب. تعالوا 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 لما أحكي لكم اللي حصل. مين القديس ده يا أبونا؟ أنا مش هرتاح إلا لما أعرف مين هو. أنا عمري ما سمعت إن في قديس عمره 12 سنة. يبقى ما قريتيش تاريخ الكنيسة كويس. في مثلاً القديس بيفان اللي ما زادش سنه عن 10 سنوات، اعترف بكل شجاعة قدام إريانوس والي أسيوط بأنه مسيحي، وعذبه وقطع راسه بالسيف في 5 بقونة، وجسده لسه محفوظ في كنيسة أم القصور قرب أسيوط. في كمان القديس شنوسي كان عايش في بلدة بلكيم اللي هي الصنطة دلوقتي، وكان عمره 12 سنة، مر بكل العذابات الممكنة وغير الممكنة من أجل اسم المسيح. وقف قدام الوالي الوثني ورفض أنه يبخر للآلهة، وأمر أريانوس بخرم قلوبه وربطهم بحبال وسحلوا في الشوارع. يعني كل ألوان العذاب اللي فوق طاقة البشر
وفي الآخر قطعوا راسه بالسيف. في كمان القديس زكريا الطفل الصغير اللي حضر مذبحة أخميم واللي شاف ناس نورانيين بتحيط بالنار اللي بيحترق فيها الشهداء، كان بيشوف كل اللي غيره ما كانش يقدر يشوف كان هو بيشوف، واتلف حواليه ناس كتير امنوا بالمسيح، وما كان من الوالي الا انه عذبه هو وابوه وفي النهاية امر بحرقهم. في كمان القديس شورى الصبي اللي من اخميم واللي عذبه الوالي بالحرق وصب الخل والملح على جروحه وفي الاخر ذبحوه زي الشاة وعلقوه على سور بلدهم عشان تنهش الطيور لحمه. لكن ممكن قديس معرفوش ولا سمعت عنه ممكن يشفيني بالمعجزة المذهلة دي؟ ممكن، لأننا كلنا إخوة في الكنيسة الواحدة وأعضاء في جسد المسيح، ومادام كلنا بنعرف المسيح يبقى كلنا بنعرف بعض حتى لو ما شفناش بعض وفرقت بيننا القرون مش الأيام. والزمان والمكان يا بنتي ملوش حساب عند الرب. أيوة يا أبونا، بس كل اللي أنا فاكراه إنه كان لابس صليب ورابط على وسط حزام. أنا شايف من وصفك ليه احتمال يكون القديس أبانوب النهيسي، لأنه فعلا استشهد وعنده 12 سنة وكنيسته في سمنود وجسده محفوظ فيها هناك. الرب عليك، ده اللي شفته في العلم. أول مرة تشرفونها ترى؟ فعلا يا أبونا. لازم معجزة. عرفت إزاي يا أبونا؟ دي طريقة القديس أبانوب، دايما يعمل معجزة والناس تيجي تاخد بركة فتعرف حكايته. إحنا عمرنا ما سمعنا عنه، تصور إن دي أول مرة نسمع عن القديس أبانوب. معذورين، لأن محدش اتكلم عنه كتير قبل كده، والكتب اللي اتكلمت عنه كتب بسيطة جدا. لكن ده عيب مننا يا أبونا، إحنا لازم نعرف كل سير قديسنا وشهدائنا. ليه رجاء عندك يا أبونا؟ فضل. إحنا عايزين نعرف كل حاجة عن القديس العظيم أبانوب. بس كده؟ دي أسعد اللحظات اللي بتكلم فيها عن القديس الشهيد العظيم أبانوب. ولد القديس أبانوب النهيسي في قرية نهيسة ملك أسطرخة التابعة للمنصورة من أبوين مسيحيين تقيين وربياه على مخافة الله ومحبة الكنيسة، وعلشان كده طلع بيحب الكنيسة وكان مواظب على حضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة. وانتقل أبوه للأمجاد السماوية، وبعد فترة بسيطة انتقلت أمه وكان عمره في الوقت ده 12 سنة وسابوله ثروة كتيرة. بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سنة. ادخل. البركة فيك يا بنات، ربنا معاك. الرب يقويك يا بنات. تجربة قاسية ان الواحد يفقد ابوه وامه في سنة واحدة، عموما ده مصير كل البشر. الموت عند المؤمنين مجرد انتقال من دار الفناء الى دار البقاء من احضان القديسين. ربنا يقويك في الايمان كمان وكمان يا بنوب. طول عمري بتمنى
اني يكون عندي ايمان زي ايمان الداية يا بنات. وليه تتمنى؟ ان وانت بس الحمد لله ان والديك سابوا لك ثروه كبيره ممكن تقضيك العمر كله. القوه الحقيقيه في الايمان مش في الفلوس، عشان كده تلاحظوا ان كل التهدق لديانوس لاغنياء الايمان مش لاغنياء الثروه. وناوي تعمل ايه بثروتك؟ ايوه صح يا بنو، هتعمل ايه بالفلوس كلها؟ لحد دلوقتي مش عارف، لكن انا متاكد انها ملك ربنا يعمل فيها اللي هو عايزه. فعلا احنا في امانيش غير ربنا، وفي اي ايام تاني ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت، ان عشنا او متنا فللرب نحن. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا احبائي، انتم تعلمون ان جسد المسيح مكسور من اجل اثامنا ومجروح لاجل معاصينا، واذا كان العالم فعل بجسد المسيح وهو العود الرطب ما فعله به، فكم يفعلون باليابس الذي هو نحن. وقد قال لنا مخلصنا انه سيكون لكم في العالم ضيق، وانتم تسمعون في هذه الايام بان الشيطان يزمع ان يقلقل الكنيسة ويريد ان يفقدها سلامها، ولكن نحن لا ننسى ان ربنا يسوع قال لنا قد كلمتكم بهذا لكي يكون لكم في سلام، وسيكون لكم في العالم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. وفي هذا اليوم المبارك بعد ان تتزود الروح القدس وتشترك في جسد الرب الذي اعطاه لنا واحبنا ونحن نحبه لانه احبنا اولا، اريد ان اذكركم ان لا تخافوا فانتم افضل من عصافير كثيره، لا تخافوا لانه لا تسقط شعره من رؤوسكم الا باذنه، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم سلطان ما يفعلون، ولكنكم خافوا من الذي بعدما يقتل الجسد له سلطان ان يلقي الانسان في جهنم. ونحن حينما نقدم زواتنا من اجل الشهاده نقدمها ونحن واثقين في عهد المعموديه اننا لسنا من العالم، واننا قد صرنا اولاد الله، واننا نجدد حياتنا بالحياه الابديه، لاننا نحن الذين قد متنا مع المسيح في المعموديه قد لبسنا المسيح. وهكذا يقول الروح على لسان رسول الجهاد: احيا لا انا ولكن المسيح يحيا فيا. ونحن امام ضغوط العالم وامام ضيق العالم لا نخشى العالم، لان العالم يمضي وشهوته تزول. مرحبا بالضيقه لانها نعمه من الله لنا. ويقول الروح: وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتالموا ايضا. نرحب بالاماته مع المسيح، له كل مجد في حياتنا حتى نكون معه في ملكوته من الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين. نسيتك النعمة يا بنوب. أنا مبسوط خالص إن إخواتك بيواظبوا على الكنيسة وبيصلوا. عارفين النهاردة أنا كنت حاسس بإيه؟ بإيه؟ كأن ربنا كان بيتكلم على لسان أبونا وهو بيواظ، والكلام ده كان ليا أنا بالذات، عشان كده هنفذ اللي سمعته بالحرف الواحد. مش فاهم حاجة خالص. قصدك إيه يا بنوب؟ فاكرين لما يسوع قال للشاب الغني: اذهب بع كل ما لك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب؟ وانت ناوي تعمل كده؟ ايوه صحيح، انت ناوي تعمل كده؟ ايوه بالبساطه دي. بالبساطه دي وتعيش منين يا مريم؟ ربنا هو اللي بيعيشنا مش احنا اللي بنعيش روحنا، مش هو اللي خلقنا. وناوي تعمل ايه بالظبط؟ الكنيسه محتاجه لمساعده،
وخصوصا في الترميمات، وعاوزة سور حواليها. كمان أنا عارف كل الأسر الفقيرة اللي في البلد. دلوقتي نروح نقسم الفلوس والذهب في سرر ونبتدي التوزيع. امتى؟ ايه جوليه كده؟ خلي ايمانك قوي. امال ايه اللي بيحصل ده؟ ربنا بيقول حتى ان نسيت الام رضيعها فانا لا انساكم. والعيال دول اعمل فيهم ايه؟ العمل عمل ربنا، لا عمل انا ولا عملك انت. يا يسوع يا يسوع، شايفة ربنا بعتيه وانت تقولي العيال اعمل فيهم ايه؟ اهو يسوع افتكرنا بمجرد ما ناديته. سامحني يا رب، سامحني يا رب. اعمل ايه؟ الجوع كافر وقلب الام ضعيف. قلب الام ضعيف؟ مش ضعيف ليه عند الامهات اللي سايبين عيالهم يستشهدوا قدام العساكر الرومان؟ عيب كده يا ولية. تاني النهارده خدت درس العمر ان الواحد لازم يتكل على ربنا وما يفقدش الإيمان. هجيب لكم كل اللي نفسكوا فيه عشان تعرفوا إن ربنا يسوع المسيح ما ينساش حد. أنا بشكركم خالص على تعبكم معايا النهاردة. إذا كنت بتسمي ده تعب يبقى أنا عايزة أتعب كده على طول. أبداً، ده انا عمري ما استمتعت بحاجه عملتها زي النهارده، وانا انبسطت قوي اني كنت معاكم. ربنا يعوضكم. دي بقى كانت الخطوه الاولى. والثانيه ايه؟ احنا مش اقل من كل شهداء الكنيسه وابطالها اللي ضحوا بحياتهم عشان اسم يسوع. سلام. شفتي أبنوك بيحب ربنا قد إيه؟ ده لازم كمان ربنا بيحب قوي. ربنا بيحبنا كلنا قوي، مش بس أبنوب. المهم إحنا نحبه زي ما أبنوب بيحبه. يا رب يا ربي يسوع المسيح، أرسل لي ملائكتك لتهديني إلى موضع الوالي، وافتح فمي يا رب لأتكلم بحقك أمام الملوك والولاة، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين. كان في هنا مذبحة. هجم عساكر الوالي الروماني على الغيط. كانت بنتي وحدتي بتساعدني هي ومجموعة من الشبان اللي جم يساعدونا من غير ما حد يطلب منهم أي حاجة. مرت دورية من العساكر الروماني، شافوا بنتي، نزل واحد منهم وحاول يهجم عليها ويخطفها. اتصدوا ليه الشباب بتوعنا ونزلوا فيه ضرب، نزلوا فيه ضرب. صرخت بأعلى صوتي وقلت يا يسوع ارحمنا. صرخ قائدهم قالوا كمان مسيحيين، ونزل فيهم السيوف والخناجر لغاية لما زي ما انت شايف يا ابني. وانتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟ قالولنا لازم تدفنوا الجثث والدار والدم، وإلا حنرجع نخلص على باقي البلد.
ما هم عارفين ان الارض ما بتشربش دم. دول بيتلككوا يا ابني وخلاص، عايزين يخلصوا مننا كلنا. ابواب الجحيم لن تقوى عليها. لكن انت يا ابني رايح على فين؟ رايح على سمنود. لا يا ابني، ابعد عن الشر، ده عساك الرومان هناك بيهدموا الكنائس ويقتلوا المسيحيين ويجبروا اي واحد بيؤمن بالمسيح انه يلعن المسيح والمسيحيين، وبيفضلوا يجلدوه ويضربوه لحد ما يموت. وعشان كده انا رايح هناك. يا ابني انت لسه صغير، ما انتش قده. الكنيسة يا عمي ما فيهاش سن صغير او كبير، كلنا ولادها، وهي دلوقتي في اشد الحاجة لينا. وناوي تعمل ايه؟ ناوي اقابل الوالي واقول له ان يسوع بنى الكنيسة على صخرة الايمان العتيد، وابواب الجحيم لن تقوى عليها. يا ابني انت لسه اخضر وما فيش في ايدك اي سلاح. لكن في قلبي سلاح الإيمان اللي بيعمل المعجزات. التجربة قاسية، مش بالبساطة اللي انت متصورها. انا مش اقل من اللي استشهدوا هنا امبارح. يا ابني الرومان دول جبابرة، قلوبهم حجر وما بيعرفوش ربنا. لازم نعرفهم انهم ماشيين في طريق غلط. ربنا يقويك يا ابني، بس انا خايف عليك. اللي يفرط في حياته من اجل يسوع يكسبها. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اهرب بسرعة، دول جايين يفتشوا تاني، مش عايزهم يلاقوك هنا. يعني الدم زي ما هو، ادينا عمالين نغسل فيها من امبارح ومفيش فايدة. يبقى خلي بقى يسوع النصيري ينفعك. حرام عليكم، عايزين مننا ايه اكتر من كده؟ حرام عليك تضرب راجل كبير واعزل بالشكل ده. امشي يا ولد اجري العب بعيد. يكفي انكم خايفين مننا ومفيش في ايدينا غير سلاح الايمان. عشان تبطل لعب العيال ده النهارده هرحمك وهفوت عليك بكره تاني. لو لقيت الدم ده زي ما هو هخليك تحصل اللي ماتوا امبارح. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. حكم الأوعى الضعيف منهم لله. إذا كان الله معنا فمن علينا؟ بس انت يا ابني جريء بشكل، المرة دي جت سليمة، لكن مش كل مرة تسلم الجر. من وضع يده على المحراث لا يلتفت إلى الوراء. يا ابني أنا خايف عليك، انت لسه صغير والمستقبل قدامك كبير، أما أنا يلا حسن الختام. السلام لك يا عمي. روح يا ابني، ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة. طويلة قوي. أرسلت النجم العجيب أمام المجوس لترشدهم إلى طريقك، ويا من سمعت لإيليا وأنزلت نارا فأكلت مضطهديك الذين تركوك وعبدوا آلهة أخرى غريبة، يا من أعاد آدم وبنيه إلى الفردوس
اسمع لي أنا أيضا، وارسل ملاكك النوراني ليقويني ويعطيني مساعدة ومعونة على سفك دمي من أجل اسمك القدوس. السلام لك أيها الصالح أبا نور، السلام لك من عند الله، تقوى وتعزى. أنا هو ميخائيل رئيس جند الرب، أرسلني إليك لكي أقويك في جهادك، فقم واذهب باكرا إلى الوالي واعترف باسم السيد المسيح، فيعذبك 3 أيام في هذه المدينة وأنا أعطيك القوة وأشفيك، ثم بعد ذلك يحملونك إلى أتريب ويعذبونك هناك، فأظهر عجائبي معك، فيخزى إبليس وجنوده، وسأكون معك في كل موضع تمضي إليه. السلام لك أيها الصالح أبا نور، السلام لك من عند الله. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. لم ترى الإمبراطورية الرومانية بدعة زي البدعة اللي بيقولوها الجماعة دول اللي بيتسمون باسم المسيح؟ بيقولوا كلام مش مفهوم. قال ايه؟ إلههم هيخصهم بالرعاية هم لوحدهم ويدخلهم الجنة، ليه مانيش عارف. مع انهم قوم ضعفة جبنة، مفيش واحد فيهم يقدر يشيف سيف ولا خنجر ولا حتى حجر، ومتهيأ لهم بضعفهم ده انهم بيتحدوا الامبراطورية الرومانية. احنا معشر الرومان ما نقدرش نضرب ولا نقتل الضعيف، اننا شعب قوي يعبد القوة، لكن لما الضعيف يتهيأ له ان بضعفه ده يتحدى الإمبراطورية الرومانية لازم ينال جزاء. إذا كان الأقوياء اللي هم أقوياء لما تحدوا الإمبراطورية كان مصيرهم تحت سنابك الخيل، فما بالكم بالضعفة؟ مش هياخدوا غلوة. أنا هارسل خطاب للإمبراطور في روما وأبشره بنهاية الصداع ده إلى الأبد. حرام عليك تضرب راجل كبير وأعظم بالشكل ده. امشي يا ولد اجري، العب بعيد. يكفي انكم خايفين مننا ومفيش في ايدينا غير سلاح الإيمان. أيها الوالي، أنا مؤمن برب يسوع المسيح، ومهما أردت أن تفعل بي فافعله عاجلا، فأنا لا أسجد إلا لإله يسوع المسيح، ولا أسجد لأوثانك النجسة. اسمك إيه يا شاطر؟ اسمي أبانوب. أبانوب، عمرك كم سنة يا أبانوب؟ 12 سنة. عظيم. أنت من أنهي بلد يا أبانوب؟ من نهيسة. نهيسة، عظيم. وأنت بقى اللي جاي تهين الآلهة بتاعتنا اللي قادوا الإمبراطورية لحكم العالم كله. برضو فيك الخير. فليسمح لي مولاي أن أني هذا الموضوع السخيف بضربة سيف واحدة. لا يصح، ما يصحش إنك تقتل طفل اتغرر بيه من الجماعة المسيحيين دول. سيبني أنا الأول أعرفه الطريق السليم، وما ارتدعش هيكون لي تصرف معه تاني. لقد أتيت من بلدتي لأسفك دمي من أجل الإله الحقيقي الذي خلق الشمس والأرض والبحر وكل ما فيها،
ولا يمكن أن أسجد لأبولون، ذلك الصنم الذي لا يسمع ولا يرى، لا يستطيع أن يخلص نفسه، فكيف يخلص آخرين؟ الويل لك ولكل من يسجد لهذه الأصنام اللعينة. في الحقيقة أنت طفل رائع ورقيق، ما تستحملش الضرب ولا التعذيب. إن سمعت كلامي أنا هتبناك، هخليك من عظماء ولايتي، وحجوزك من بنات العظماء، وحخلي الكل يكرمك. لأن في الحقيقة بصراحة يعني أنا الآلهة حرمتني نعمة الإنجاب، وأنا بحب الشجاعة والجرأة والإقدام، ودي كلها صفات بتتوافر فيك بالرغم من صغر سنك. هل يعني هذا الكلام أن كل من يلعن آلهتكم أمامكم وعلى مسمع من جميع الناس يصبح ابنا لك ومن عظماء ولايتك ويكرمه الكل ويتزوج من بنات العظماء؟ انت مش عارف هيجرى لك ايه لو استمريت في الوقاحة دي. لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، انما بالاحرى خافوا من الذي يهلك الروح. انت بتقول كلام انا مش فاهمه. يا جاهل، اللي يقتل الجسد يقتل الروح. هذا بالنسبة لدياناتكم الوثنية الحقيرة، أما عقيدتنا السماوية فالجسد فاني، أما الروح فخالدة إلى أبد الآبدين. عندك حق، الواد ده أنا ما شفتش في وقحته أبدا، خليه عبرة لمن يعتبر. أمر مولاي. إيه إيه إيه، هتقتله كده على طول؟ لا، أنا عايز أتسلى، عايز أشوف عرض مثير. الملل هيقتلني خصوصا بالليل. أمر مولاي. اغلدوا الواد ده 4 جلدات على بطنه، والجلده اللي متعلمش ما تتحسبش. امر مولاي. لا دي ما تتحسبش، ما علمتش، لسه عايز املع عيني بمنظر الدم. انا مش عارف الحركه ايه دي اللي بيعملوها المسيحيين كل ما يجوا قصادي. ودي كمان ما تتحسبش، الدم اللي طلع منها ما شافش غليني. ادي بقى تتحسب، انا راجل عندي كلمتي. الحمد للالهه والأبولون اللي بعت لنا الولد ده عشان نتسلى ونقتل الملل اللي كان هيموتنا في البلد المملة دي.
بينادي على إلهه يورينا ازاي هنقذه من ايدينا. ها ها. مات ميت الكلب. ارموه بره خارج الاسوار عشان الشعب يتفرج عليه كويس، وكل واحد يعرف لو حاول مرة انه يتحدى الامبراطورية والالهة بتاعتنا يجراله ايه. ارموه بره. احسن يفتكر ان احنا متعاطفين معاه. انت اللي بفر ما يعرفوش ربنا. عندك حق، كان جريء ازيد من اللازم. يلا بينا. السلام لك ايها الصالح ابا نوح. السلام لك من عند الله. الرب ارسلني اليك لكي اقويك في جهادك. قم واذهب للوالي ليرى ماذا فعلت بك رحمة يسوع، حتى يتمجد اسمه امام كل غلاظ الرقبة وقصاط القلب. لم يعجبني عرض المصارعة الذي رأيته الآن. سنحاول أن نقدم عروضا أكثر إثارة في المرات القادمة. المصارعة الرومانية أصبحت مملة عشان ما فيهاش دم. الدم هو الإثارة الحقيقية. الخمر أثرت عليا ولا دماغي لفت. اللي شايفه دلوقتي ده حلم ولا حقيقة؟ لقد بحثت عنك في كل مكان لأريك كيف أنقذني إلهي من أيديكم عندما ناديتم. هل هناك دليل أقوى من ذلك؟ هل ستظل تعبد الأوثان الحجرية الميتة بعد كل ما رأيت؟ أم أن المكابرة والمعاندة هي شيمة كل الوثنيين؟ انا فهمت اللي بيحصل دلوقتي. عرفت سر الحركة الغريبة اللي انتوا بتعملوها دي كل شوية. دي حركة سحر بتنقذكم من الموت. بالصواب اجبت لأول مرة، ففي علامة الصليب انقاذ لنا من الموت، ويسوع لم يعلق على خشبة الا لانقاذنا جميعا. ولا تزال الفرصة امامك سانحة، فهو يقبل كل الخطاة والكافرين. انا تعبت من الكلام مع الناس دي، مش عايز اشوف حد منهم خالص. خد الواد ده واربطوه بالسلاسل وارموه في السجن لغايه ما يموت. عشان كده اعتبروك مجرم خطير وايدوك بالحديد. نشكر ربنا انهم مش لاقيين قيود كفايه، ولا كان زمانكم كلكم زي. لكن انت جبت القوه دي كلها منين؟ ده انت دوب عندك 12 سنه. يسوع اواني على احتمال كل الالام دي. يسوع مش ممكن يسيبنا ابدا طول ما احنا متمسكين بيه. ولو فكوك هتفضل تحترف باسم المسيح؟ حتى لو فضلوا مؤيديني، نفسي كلنا نبقى في الصفقه الرابحه دي. احنا ممكن نخرج في اي وقت والحراس مش هيمنعونا. ده احنا بس لقينا السجن احسن، ادينا بناكل ومحدش بيجي ناحيتنا. ده احنا على كده هنعمل صف. حبسني بهولاني ليله. ماذا؟ روح هات الفاكهه. ايه اخبار الولد اللي اسمه ابانوب ده؟ كبلناه بالحديد في السجن ضمن 7 مساجين خطرين، ومع ذلك ظل يحرض من حوله على الثورة ضد الامبراطورية. وعملتم ايه؟ لم نقتله طبعا طبقا لتعليمات مولاي. حتى لا يتحول الى شهيد قد يشعل ثورة نحن في غنى عنها. أنباء سيئة يا مولاي. ماذا؟
لقد خرج المساجين من السجن الذي ألقي فيه الصبي أبانوب هاتفين بحياة إلههم. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل مروا على جميع السجون وأفرجوا عن جميع المساجين المسيحيين وهتافهم يملأ الدنيا. وماذا فعلتم؟ نحن في انتظار أمر مولاي، إنهم كالإعصار الهادر. وكم عددهم؟ 8000. 8000، فليهجم الجيش ويسحقهم سحقا. أمر مولاي. بعدت حد يجيب الولد اللي اسمه أبانوب ده؟ دقائق وسيكون ماثلا بين يدي مولاي. عجيب أمر الولد ده، يقوم بالثورة الرهيبة الدموية دي وهو مربوط بالسلاسل. مال كان يعمل ايه لو كان حر طليق؟ مولاي، مولاي، لن نعدم الوسيلة التي تمكننا من القضاء على أسطورته. ده مش أسطورة، ده واقع حي، ده كابوس. ربطناك بالسلاسل عشان ما تخرجش مع المساجين، وكانت النتيجة انك دفعتهم للخروج للموت، وانت قعدت في السجن في امان. الحياة والموت بامر الهنا يسوع المسيح، وليس بيدك شيء. انت من ساعة ما دخلت البلد وعرضت اهلها كلها للهلاك، دلوقتي انت لو ما سجدتش للآلهة انا هخلص عليك بنفسي، ونشوف ساعتها الهك هينقذك مني ازاي. انت الذي اهلكت المدينة، انت وملكك تقليديانوس. اما انا فمنذ الساعة الثالثة من النهار ارى الملائكة تضع الاكاليل على رأس كل شهيد. يعلق على سار المركب بالمقلوب، رجليه فوق وراسه تحت، وابعتوه على ولي اتريب عشان يعرف ان كل شيء تحت سيطرتنا، ومش حتة عيل زي ده يهز عرش الامبراطورية اللي بتحكم العالم كله. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. ما بقاش الا الواد ده الواحد يعله هم. يا رب. ايه اللي جرى؟ انا اتعميت ولا الدنيا اسودت؟ هل رأيتم ماذا فعل بكم الرب؟ لو شافتني يا أبانوب انا واللي معايا هنؤمن بإلهك يسوع المسيح. لا يكون هذا الا في أتريب وعلى مسمع من جميع الناس، حتى يعلم كل احد أن ليس إله إلا يسوع الناصري. Thank you.
رب، يا يسوع المسيح، اشفهم كي يذهبوا إلى والي أتريب ويعترفوا بك أمامه، فيتمجد اسمك القدوس، وإنهم سيؤمنون إذا رأوا وسمعوا ولمسوا. فامنحهم يا يسوع هذه الفرصة، فكلنا بشر ضعفاء وليس لنا قوة إلا بك. المجد لك يسوع المسيح، المجد لك. كنا عميان العين والقلب، والآن نرى ونبصر، نحن تحت أمرك. اذهبوا إلى والي أتريب واعترفوا أمامه بكل ما حدث لكم. سنذهب، سنذهب وسنعترف أمام الدنيا كلها. ألا زلت مصرا على إيمانك هذا؟ علمنا الفادي أن الموت من أجله هو الحياة نفسها، أما الحياة معكم وتحت رحمتكم فهي الموت بعينه. أما الحياة معكم وتحت رحمتكم هي الموت بعينه. هذه حكمة. فليمنح هذا الحكيم الحياة التي يريدها. هؤلاء القوم لا يفرقون بين معنى الحياة ومعنى الموت. ألقه خارجا وأتني بعاشق جديد للموت. أين والي سمنود؟ ولماذا لم يحضر معكم إلى هنا؟ نحن نصارى ولا نؤمن إلا بإله أبانوب، أما والي سمنود فهو ذا مشلول لا يقدر على الحركة. أصبحتم مجانين، ماذا جرى لعقولكم؟ لقد عادت إلينا عقولنا وأرواحنا، لقد كنا مجانين وموتى، أما الآن فأصبحنا عقلاء أحياء. أحضروا والي سمنود إلى هنا فورا. مش هتفكيني من الرابطة اللي أنا فيها زي ما عملت مع الجنود؟ ليس قبل قدوم شهود من والي أتريب، لأنهم لا يصدقون إلا ما يسمعون ويرون. فليتمجد اسم يسوع المسيح في كل حين. ماذا جرى لك؟ اسألوه. فليتبارك اسمك القدوس يا يسوع المسيح، فك قيوده كما أعدت النظر لجنوده العميان. فليتمجد اسم يسوع المسيح، فليتمجد اسم يسوع المسيح. جننت مثلهم، لا أكاد أصدق ما أسمع وما أرى. فلتسمعه مرة أخرى ولتراه مرة أخرى. أصبحت تتكلم مثلهم تماما، ومع ذلك سأمنحك فرصة كي تعود إلى عقلك أو يعود عقلك إليك، وسأمنح جنودك نفس الفرصة. لا تتعب نفسك، فلن أتخلى عن إيماني. أتقامر بحياتك وحياة جندك بهذه البساطة؟ نحن لا نقامر بها بل نربحها. أنت متأكد مما تقول؟ ك...
كما أنا متأكد من وجودي أمامك الآن. أصبح والي سمنود متأكد. فلتقطع رؤوس المتأكدين حتى يصبحوا عبرة للجميع. احضروا لي هذا الصبي الذي لعب بعقولهم. سأغفر لك ما فعلته مع هؤلاء المغفلين الذين راحوا ضحايا خداعك ولعبك بعقولهم إذا سجدت لآلهتنا. لا يملك الغفران سوى ربي وإلهي يسوع المسيح. كلام فارغ، آلهتنا نحن هي التي تملك الغفران والقوة والجبروت والبطش. ملعونة هي آلهتكم التي لا تعي ولا تعرف. أبلغت بك السفاقة أن تلعن آلهتنا وفي حضرتي؟ أنا لا أخاف أحدا سوى ربي وإلهي يسوع المسيح. فليجلد على ظهره وهو عاري 100 جلدة، ثم بعد ذلك أجلسوه على كرسي الحديد وضعوا تحته كمية كبيرة من القار وولعوه بالنار والكبريت حتى يرتفع اللهيب إلى أعنان السماء. حتى يرتفع اللهيب إلى أعنان السماء. 97 98 99 100 يا ربي وإلهي، خلص عبدك وابن أمتك من لهيم النار كما خلصت الثلاثة فتية القديسين. تقوى يا حبيبي أبا نوب ولا تخف، لأن الرب معك، وها قد أرسلني إليك لأقف معك وأقويك. وإن كل إنسان يقف عند جسدك ويكفنك، الرب يستر جسدك. والذي يعطي صدقة للفقراء والمساكين على اسمك في يوم تذكارك يجلسه الرب في وليمته المقدسة. فلنصلي شكرا لله، فلنصلي شكرا لله. كان هذا الصبي يظن نفسه أقوى من الجلد والنار والكبريت والقار. مولاي، شخص يشبه الذي أحرقناه يريد الدخول. ماذا؟ هل أن ننتهي من مشاغبات هذا الولد؟ دخل يدخل. أمر مولاي. إنه بعينه كيف نجا من النار والكبريت. ها أنا قد جئت إليك لأؤكد لك أن يسوع المسيح لا يترك أبنائه. مولاي، رئيس الجند أهيس. دعه يدخل. اقرأ الرسالة. إن من يعترف بيسوع المسيح إلها ولا يقدم البخور لآلهتنا يعذب عذابا شديدا، وإن لم يرجع عن رأيه يرسل إلى الإسكندرية عند الوالي أرمانيوس. تخدعون أنفسكم قبل أن تخدعوا الناس. رأيتم بعيونكم معجزات إلهي الذي شفاني من ضربات الجلد وأخرجني من حريق النار والكبريت بعد أن فق قيودي، ومع ذلك تكابرون وتعاندون أن هذه الأحجار الصماء هي الآلهة الحقة. جهزوا ساحة التعذيب حتى يشاهد أهل المدينة مصير كل من تسول له نفسه السخرية من آلهتنا ومن الإمبراطورية التي تحكم الدنيا بأسرها.
ليس لنا إله في السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبانوب. ليس لنا إله في السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبانوب. ليس لنا إله في السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبانوب. فلتقطع رؤوسهم جميعا، فلتقطع رؤوسهم مهما كان عددهم، ولتجري أنهار الدم في شوارع المدينة. هل سررت وسعد قلبك لكل هذه الدماء التي سفكت بسببك؟ قد تسببت في قتل أكثر من 800 نفس دمهم في رقبتك، لكنك تستطيع أن تكفر عن هذا الذنب بتقديم البخور لأبولون وسمع أوامر سيدي دقلديانوس. دقلديانوس هذا سيدك أنت وليس سيدي أنا، أما سيدي فهو يسوع المسيح الذي ينزل الأعزاء من على الكراسي ويشتت المستكبرين بفكر قلوبهم، وسيشتتك أنت ودقلديانوس وكل المملكة يا أولاد إبليس. فليحرق بالنار حتى الموت لنرى من سينقذه. ستظل سيرتك التي سيكتبها القديس يوليوس الأقفاصي عطرة إلى الأبد، كما سيكفن جسدك ويرسله إلى بلده، وعجائب كثيرة ستكون فيه، وجسدك سيكون مباركا إلى الأبد. وكل إنسان يمرض بأي مرض إذا جاء إلى جسدك سيهبه الله الشفاء، ومن يحلف يمينا كاذبا في بيعتك أو يصنع فيها باطلا يفتقر إلى الأبد. ليس لنا إله في السماء وعلى الأرض إلا إله القديس أبانوب. فليلقى هذا السحر في السجن لنرى ما رأي الوالي فيه. طوبى، طوبى لمن يشتري الحياة الأبدية بالحياة الفانية، طوبى لمن ترك أحضان الدنيا إلى أحضان يسوع. وراءك حتى الحياة الأبدية، وراءك إلى الأبد، وراءك حتى الموت، وراءك حتى الحياة الأبدية، وراءك إلى الأبد، وراءك حتى الموت، وراءك حتى الحياة الأبدية. فلتقطع رؤوس الذين تبعوا أبانوب حتى ولو بلغ عددهم الآلاف، فأنا لا أريد متاعب أكثر من هذا بسبب هذا الصبي الملعون. أمر مولاي، سنحيل كل شوارع أتريب إلى أنهار من الدم. أوهيوس، أمر مولاي، ماذا نفعل بهذا الصبي الذي أفسد المدينة كلها؟ ظننا أن الكلاب أكلته وأن طيور السماء أفنته، ولكنه في كل مرة كان يظهر أمام الجماهير سليما معافا، مما سيؤثر على مناصبنا وكراسينا، وإن الإمبراطور لن يصبر علينا أكثر من هذا. أعتقد يا مولاي أن أفضل حل هو أن نرسله إلى الأسكندرية حسب أمر دقلديانوس، وبهذا نستريح منه ومن متاعبه. هذا رأي سديد، سوف نرسل رسالة إلى أرمانيوس وللإسكندرية بهذا الخصوص. لا 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 لم أكن أتصور أن والي أتريب بهذا الضعف والعجز والخيبة. صبي، صبي، مجرد صبي
يجعله يرسل إلي مستغيثا لأنه يخشى على ملكي من هذا الصبي. أعتقد أن الجنون قد أصاب كل أهالي أتريب حتى يصدقوا تلك الخرافات التي يشيعها هذا الصبي. أما نحن هنا في الأسكندرية فقادرون على القضاء عليها وعليه. هذا هو الصبي أبانوب يا مولاي. أنا لا أعيب عليك، لقد فرحت جدا جدا لأنك مسيحي وتصر على ذكر هذا الاسم الحسن. صح؟ نعم، نحن لا نحارب أحدا في دين، فحرية العقيدة مكفولة للجميع. صح؟ وفرحت جدا جدا لشجاعتك التي تفوق شجاعة الجند الروماني. صح؟ وأنا من الآن أعتبرك ابني ووليا للعهد من بعد. أخ، مش كده؟ كيف تكون وليا للعهد من بعد وأنت مسيحي ولا تؤمن بعبادة الإله أبولون ولا تخضع لأمر الإمبراطور؟ قل ماذا تريد، ولا داعي لإغرائي، فإغرائي الوحيد هو الحياة الأبدية. عظيم، فلتترك مسيحك ولتعبد الإله أبولون وتخضع لأمر الإمبراطور. ملعون هو إلهك أبولون، وملعون إمبراطورك، وملعون أنت أيضا. هذه الليلة ضع الأسياخ الحديدية في النار واضربه بها عينيه وأذنيه، ثم يلقى في السجن حتى يموت. الذي أنقذ دانيال من أفواه الأسود، ويا من خلص سوسن من يد مخالف الناموس، والذي سمع للثلاثة فتية وهم في وسط الآتون. اسمع لي أيضا وانقذني من هذا العذاب يا رب. فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم يسوع المسيح. أخيرا انتهت أسطورة هذا الصبي الذي أقر الرعب في نفس والدتي. أنا مندهش جدا من حكاية هذا الزمن. لا تزول رعبا وخوفا في مواجهة صبي أعزل، ويعملون له ألف حساب. ما بالكم لو أنزلهم وكانوا تنشر للمرة الطويلة. أعتقد أنهم سيكونون رعباً وخوفاً قبل أن يمسسهم أحد بسيفه. بعد ضرب عينيه وأذنيه للمسيح المحمي، ماذا بعد؟ أنا شخصياً أشك أن ولي أتريب قد عذبه. نعم، يبدو أنه كان خائفاً منه، ولهذا أرسله إليك قبل أن يتخلص منه بأنفسنا. إلى هنا؟ لابد أنك ساحر. نعم، أنت ساحر فعلا. اسمح، إذا لم تقدم البخور لآلهتنا سأعذبك عذابا لم ولم ترى مثله. افعل بي ما تريد، لأن السيد يسوع المسيح قال لنا: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، بل خافوا بالحري من الذي يستطيع أن يهلك الجسد والروح، كليهما في نار جهنم. لا 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 لا، أنت ساحر، ساحر فعلا وساحر شرير لن يجدي معك التعذيب. لا، اسمعوا، احضروا سحرة حتى يهزموا سحره بالسحر. ها
هذا هو الحل الوحيد. ماذا تفعلون؟ هل توصلتم الى شيء؟ لا تحمل هما يا مولاي، فنحن اخطر صخرة في الاسكندرية، قوى الشر كلها لا تستطيع ان تتحدث احلنا. سنحضر لهذا الصبي البائس ثعابين متوحشة. هذه الثعابين الثلاث يا مولاي تكفي لقتل 500 رجل، فما بال هذا الصبي الصغير الذي لا حول له ولا قوة. اسمعوا، فلتوضع هذه الثعابين في حجرة مظلمة مغلقة مع هذا الصبي، أفهمتم؟ ولن تسمع له ذكر بعد هذه الليلة. هذا ما أتمناه، هيا عجلوا. سددت أفواه الأسود في الجب الذي ألقى فيه دانيال، أخضع ثعابين حتى يتمجد اسمك القدوس. ابتعدي أيتها الوحوش عنه، اتركيه في سلام. افتحوا الباب لنرى بقايا عظمه، إن كانت هناك أي بقايا. ماذا جرى؟ هل أدغاه ثعبان؟ لست أدري يا مولاي، لست أدري. لا لا، أنت ساحر كبير، أنت ساحر خطير. هذا ليس سحرا، لكنها قوة الله ومواعيده الصادقة التي وعد بها أولاده حينما قال لهم: ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيئا. أنا لا أصدق أنه منحكم مثل هذا السلطان، السلطان للإمبراطوري وحده. تخدعون أنفسكم بشكل فاضح، حتى الأدلة المادية التي ترونها بعيونكم لا تصدقونها، ومع ذلك سترى الآن دليلا لا يمكن تكذيبه. تسلق جسد الوالي والتف حول رقبته دون أن تؤذيه، فنحن لا نقابل الشر بالشر كما علمنا الكتاب المقدس، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين. أستحلفك باسم يسوع المسيح أن تتحنن علي وتجعل هذا الثعبان يبعد عني. أستحلفك باسم يسوع المسيح أن تتحنن علي وتجعل هذا الثعبان يبعد عني. انزل واتركه دون أن تؤذيه. فليتمجد اسم يسوع المسيح، فليتمجد اسم يسوع المسيح. لم نرمس هذا المقدس، فليتمجد اسم يسوع المسيح، فليتمجد اسم يسوع المسيح. مهما يكن فلن ينال مني هذا الصبي الذي يظن أن سلطانه لا يقهر. لا عشت ولا حكمت حتى يسخر مني هذا الفتى. لا بد أن أنتقم لكرامتي وأرد الإهانة أمام كل الشعب. نعم، سأجعله يقدم البخور لآلهتنا أمام كل الناس. القضية قضية حكم ودولة وإمبراطورية تحكم الدنيا بأسرها، لا ليست مجرد ألعاب صبيانية.
أما تستحي أن تخرج هذه الكلمة من فمك بعد كل ما رأيت؟ أشعلوا النار تحت قزام مليء بالزيت والزفت والكبريت وألقوا بهذا الفتى فيه. يبدو أن الوال لم يحضر حتى لا يصاب بهزيمة أخرى. إن بطولة هذا الصبي بطولة خارقة. يا ربي وإلهي يسوع المسيح، أنا هو عبدك وابن أمتك. اسمعني الآن من هذا القزام، اسمعني من جوف النار التي أنظر أمواجها تتلاطم وتعلو رأسي. انظر إلي وانقذني إن أردت، وإلا فاقبل روحي إن كانت هذه هي إرادتك أن أكمل جهادي. تقوى وتعزى يا حبيبي يا بانوب، فقد تم زمان جهادك، وسأعطيك 3 أكاليل. الأول لأجل غربتك، والثاني لأجل دمك المسفوك من أجلي، والإكليل الثالث من أجل العذابات التي قبلتها من أجل اسمي. وها أنا أعددت يوليوس الأقفاصي ليكفن جسدك ويرسله إلى بلدك، وكل إنسان يسمي ابنه على اسمك أخلصه من كل شدة، والبلدة التي يكون جسدك فيها ويخدمونك باسمي أباركها. تباركت أيها الفتى الطاهر الذي أخزى الملوك الكفار، تباركت البطن التي حملتك، وتباركت البلد التي ولدت فيها، وتباركت البلد التي يوضع جسدك فيها. أستحلفك بالله يا شهيد الله أن تجلس قليلا حتى أكتب ما تراه عيناي وما تسمعه أذناي. أرسلني الوالي إلى الساحة، وكل أمال أن أعود إليه بأخبار سعيدة. هذه المرة لابد أن تكون أخبارا سعيدة. أنا لا أعرف ماذا أفعل هذه المرة لو أن هذا الصبي خرج من هذه التجربة معافا سليما. اطمئن يا مولاي، فهو ليس أقوى من النار والكبريت والزفت. مستحيل مستحيل مستحيل، ولا قوى الشر كلها تستطيع أن تفعل ما يفعله هذا الشيطان. لا، أتمنى أن أمزقه بيدي هاتين. يا لن يهدأ بالي حتى أنتقم منك. إذا أنت عاندت هذا الفتى فسوف تفشل ويصيبك الخزي أمام الجميع. يكفيه ما نال من عذابات على يديك، وإذا كنت تنوي مواصلة تعذيبه فالأفضل لك
أن تريحه الراحة الأبدية وتأمر بقطع رقبته وترتاح أنت أيضا. يا قديس الله، لم أعد أحتمل متابعة عذاباتك أكثر من هذا. بالصواب أجل، فقد أتممت رسالتي، وآن الأوان لنوال إكليل الشهادة. هي دي السيرة العطرة لحياة الشهيد العظيم أبانوب. يا كل اللي مريت بيه من آلام اتكسر في اللي شافه القديس أبانوب. علشان كده أصبح القديس أبانوب شفيع لكتير من الناس وزواره كتير جدا. وهقول لكم نبذة مختصرة عن كنيسة العذراء والشهيد أبانوب اللي احنا فيها دلوقتي. وفي الحقيقة بركة الكنيسة بترجع لأن العيلة المقدسة مرت على سمنود، والسيد المسيح كان أقام ميت في بلد اسمها منية سمنود، ولما خبر المعجزة انتشر في سمنود، كل بيت خرج علشان يقابل العيلة المقدسة وياخدوا الطفل يسوع في بيتهم علشان يستباركوا به. فالست العذراء شكرتهم، والسيد المسيح بص للعذراء وقال لها ستقام في هذه المدينة بيعة على اسم واسمك، تكون مباركة وفيها يذكر اسمينا إلى الأبد. والمجور ده من حجر جرانيت عجنت فيه الست العذراء لما كانت هنا، وإحنا بنحط فيه المية اللي موجودة دي بتحضر الصلاة وبتاخد بركة المكان اللي الست العذراء عجنت فيه. وربنا سمح 6 مرات ان المجور ده يبقى فاضي وتخش رحلات يجي ياخدوا بركة، يلاقوا المجور ناشف. على ما ياخدوا بركة القديس أبانوب ويرجعوا للمجور يلاقوا المجور اتملى مية. طبعا احنا عندنا اسماء الناس والزوار اللي بيحصل معهم الحاجات دي. كتير بنلاقي المية دي فيها زيت، ونشكر ربنا ان اخر مرة، ان من اعظم المرات اللي حصل فيها الحكاية دي يوم عيد حلول الروح القدس الموافق 7 يونيو سنة 1987. بعد القداس مباشرة لقينا كل المية اللي في المجور اتحولت لزيت، طبعا في وجود الزوار، وكل الناس خدوا بركة من الزيت ده. ودي مأسورة القديس أبانوب، هنا في جسد أو رفات القديس أبانوب، وفي هنا بعض عظام 8000 شهيد موجودين في الأنبوبة دي والأنبوبة اللي تحتها. الأنبوبة دي فيها جزء من جسد القديس موسى الأسود والقديس بطرس خاتم الشهداء ومرجرجس الروماني ومرجرجس المزاح. لما جم يبنوا الكنيسة دي خدوا كل حاجة في الكنيسة اللي تحت وردموا عليها، عملوها أساس للكنيسة اللي احنا فيها. ومن ضمن الحاجات اللي خدوها الحجاب بتاع الهيكل، وواضح ان هو حجاب من الخشب المطعم بالعاد.
وإيه الحياة دي يا أبونا؟ ده شكل الحية القديمة اللي الشيطان دخل فيها وأغوى آدم وحواء. بيقول تقليد الكنيسة يوم جمعة الآلام، يوم الجمعة العظيمة في تفسير الساعة الستة اللي بيقولوا عليه العبد المملوك، إن الحية كان ليها جناحين ورا الودن مسافة شبر علشان لما تفرد جناحتها تبقى على هيئة صليب، وكان ليها أربع أرجل، ولما ربنا لعن الحية قال لها على بطنك تسعين وترابا تأكلين، فتشال منها الأجنحة وتشال منها الرجلين وبقت تسحف على بطنها. لكن ايه رمز الحية اللي تحت الصليب دي يا ابونا؟ الحية بتتحط تحت الصليب لرمزين اثنين. الرمز الاول الآية اللي بتقول نسل المرأة يسحق رأس الحية. طبعا المقصود بالمرأة مش اي مرأة، لكن المقصود بها العذراء مريم، لان العذراء هي المرأة الوحيدة اللي ولدت من غير راجل. علشان كده بنلاقي راس الحية منسحق او يعني منحني تحت الصليب، علامة على انها منسحقة تحت رجلين السيد المسيح. والرمز التاني يا ابونا بيقول عنه الكتاب المقدس كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة ابدية. وفي الحقيقة تشبيه صعب ان احنا نشبه السيد المسيح بالحية، لكن يقول معلمنا القديس إغرغوريوس الناطق بالإلهيات إن الحية النحاسية كانت جسد بلا سم كما أن المسيح جسد بلا خطية. ده اللي بترمز ليه الحيتين. في الصليب من تحت بنلاقي فيه جمجمة وعظمتين، وده رمز لأن برضو زي ما بيقول تقليد الكنيسة ان السيد المسيح اتصلب على نفس المكان اللي اتدفن فيه ابونا ادم، عشان كده يقولوا عليه الجلجسة او معناها الجمجمة، لان السيد المسيح اتصلب على المكان اللي اتدفن فيه ادم. ويقول تقليد الكنيسة ان نزل دم من جسد المسيح ونزل على الارض عند جسد ادم فخلص ادم وبنيه. وده بير مقدس شربت منه العيلة المقدسة أثناء رحلة هروبها لأرض مصر، واكتشف البير من حوالي 20 سنة، ومية البير دي بتطلع لوحدها مياه أبار، وربنا سمح بعمل معجزات من مية البير. وكان أول معجزة تحصل مع البنت أو الطفلة ميراندا فرج فهيم من أبناء سمنود، وكان عندها شلل أطفال. لاحظوا الحكاية دي من وهي عندها 7 أشهر، ودوها لأحد الأطباء بيدها كالسيوم وفيتامينات على أساس أن رجلها تتحسن، لكن للأسف أنها قعدت لما بقى سنها 1.5 سنة وكانت مشلولة. فجم لأبونا اللي كان موجود في الفترة دي جاب لهم مية من البير ومسح رجل البنت واداهم إزازة قال لهم استخدموا المية دي باستمرار. ونشكر ربنا أن خلال أسبوع واحد كانت البنت سليمة 100%، وهي دلوقتي عروسة، واللي شوفها لا يمكن يقول انها كانت مشلولة في يوم من الايام. ونشكر ربنا على معجزاته.
فلتقطع راسه بسيف الجلاد. كل اللي مريت بيه من آلام، ابن الشر اللي شافه من تسأله.